طيبة معك لا تنسى. لعيوني لعيوني. وفق صغري لا تنسى لي بديع وابو طمزة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير معلم. كنت حابب احكي معك موضوع. موضوع شو احكي؟ يعني انت شايف الحال؟ اربع نسوان والحياة صعبة. ابدو مين يشرح لك؟ يلي من ايده الله يزيده. معك حق بس فات الاوان. معلش مرت عمي الله يرضى عليك يخلي لي اياه لعفيفي كمل تبطيخ وحكي لاني انا مستعجل وبخاف كثير اني اتاخر على شغلي. يعني شوفت عينك لا شغل ولا تعتير ومثل ما بيقول المثل الله طعمك كله طعمي. كنت قول لحالك هالحكي. هو مرت عمي خلصنا بقى شيخ 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 خلي عفيفي كمل علاك. يعني اذا بتدبر لنا شي شغله بهالمستودعات اللي تحت ايدك يستر عضك. شغله مثل ايش يعني؟ حي الله شغله مهم ما ضل قاعد. شفيق لا تساعده خليه يغطس. مرت عمي انت احترامك على عيني وعلى راسي بس لما بكون انا واقف وفي حدا عم ينقبر على قلبه يعلق معي يا ريت انت ما تتدخلي بنوب لانه انا بعرف قرر بنفسي واتخذ القرارات بمفردي. ماشي خلاص ماشي ما تتدخل بس انت لا تنطمز. عفيف يلا حبيبي بسرعه لشوف روحي بيت ثيابك مشان ما اتاخر انا على المستودع. ثواني. للصخرة مثل المهرة ولحالي مالي قدرة. عفيف اوام بتاخده بديعه ابو طمزة بتأجلهم لبكرة وبعد بكرة. هو مرت عمي اكلتي راسي اكل من النق خلصنا راح عايين لك الكل. باي مرتي. لك يسلم لي هالطول مثل عرق الفصة من نسمة بميل. يا عفيف البس والحقني. مو عتال ناظر ناظر عتالي يعني بناظر. هلا مو حرام بعد كل هالعز اللي كنت فيه تشتغل عتال؟ ايه لسه عم بتقلي عتال. عم لك مو عتالي عبرني اياكي زعيم العتالي يعني زعيم زعيم. شو بقول عتال؟ مو احسن ما ندور نشحد؟ لا بقى تقولي عتال ماني عتال تضربي بالعيون المدوره. مسؤول عتالي يعني مسؤول مسؤول. مهم الانسان يشتغل ان شاء الله نياطي. انياطي اميمي ضراب السخط ما بتفرق معي. احترام عفيف بالنسبة إلي واحد إذا كان وزير ولا مثل ما هو هلأ بالعتالة. أي بلاكي مقتلك بهالشعر مثل ليفة الألمينو. عم قلتلك مو عتال مو عتال. أنا ما قلت عتال قلت بالعتالة مسؤول. ما قالت مسؤول. مفهومة من غير ما أقولها. لا مو مفهومة. خلص نجدة فرطية بقى شو راح أصلها راسها لحقت حالة. سخنولي شوية مي جسمي معطي. هلا لا تنطمز وتعنفس فهمني ليش مو عاجبتك شغلة الحارس الليلي. شغلة ولا أحلى من هيك دي ليكس. ما بقدر ضل سهران طوال الليل بعدين بتكون يعني للصبح ضل على أصاب رجلي. السن له حقه. أولا الحارس الليلي ما بيضل واقف على أصاب رجلي للصبح. ثانيا بيدخل بالبراكية وبيبرك وبينام. ثالثا شغلة الحارس الليلي إنه يفتح الصبح يسكر المساء أبو طمزة. بصراحة مو بس هيك مسلسلات بيجوا بوقت الشغل وأنا متابع. في تلفزيون هنيك يعني غير نحكي بالمشرمحي. احكي بالمشرمحي. بصراحة صغري أنا ما بقدر نام بغير مطرح واترك مرتي نايمة لحالها بالبيت. ما بقدر يا أخي. هلا لا تتحجج فيني هنيك نايم وهون نايم شو فرقي. ما بكفي تشوز متأخر ومطيت عمري وحداني وهلا بدكم ياني مطي اللي باقيلي حالي السيلي. لك أخذتيني بنت بنوت لك إن شاء الله بموت. الله يصف عمري ولي يعني منك إن شاء الله ما تلاقيتني تدركني. يا أبو طمزة يا أبو طمزة ما بدها التعصيبة كلها. حبيبي هدي وروق. بعدين أنت مو كل يوم هنيك. أنت يوم هون يوم هنيك يوم إيه يوم لا. أنا ما بقدر أشتغل بالليل لك أنا بخاف بالليل بخاف. ما بدي أشتغل حارس ليلي يعني ما بدي أشتغل حارس ليلي. خلاص لا تحرجوه خلاص حلوا عنه. طيب طيب فهمنا خلص. شو بتحب شغلك؟ بدي مراقب عمان. خلص عينتك انت هلأ مراقب عمان. مراقب؟ انا صرت مراقب عبوكي يا المسؤولية. يلا جاي جاي. سيدي ابو نجيب. مرحبا يا زهرة يا فلة الازهار. اهلين اهلين وسهلين. تفضل تفضل. يزيد فضلك يا زهرة. ان شاء الله الشفيق موجود بالبيت. ايه شفيق جوا. تفضل تفضل تفضل. شكرا شكرا.
اتفضل. اهلا وسهلا. شرف. اهلا اهلا اهلا. ابو نجيب خير ان شاء الله. خير يكون. اهلين مدام بوران. شايفك مو مسروره بشوفتي، ولا انا غلطان؟ ما بدي كذب عليك، ما لك غلطان يعني. لا تاخذني مجيتك بتخوف. ابو نجيب خير ان شاء الله. خير يكون. ما لحقت ساوي شيء، لساتني بايامي الاولى بالوظيفه عم بحبي حبي. انا الحق علي اللي جيت يا شفيق، انا غلطت. يعني انت حضرتك جاي زياره سيدي؟ انا مو بابا يا بوران لحتى تخافوا مني. انا بشر ولازم مارس حياتي الاجتماعيه وروح زيارات. الحق عليك. وليش الحق علي؟ انت اللي عملت حالك بعبق وصارت الناس تخاف منك. انا ما عملت شيء غير خدمه القانون. انا عم اخدم القانون. وين المشكله؟ وين المشكله يا بوران؟ المشكله حضرتك ما بتروح لعند المواطن الا يا مشان تحقق، يا مشان تزلق، يا مشان تقش. وبتمد ايدك نادرا اذا عصبت. طب انا شو ذنبي تفشلي نيعي كل ما عصبت؟ ايه معلوم، لانه على طول ما عم تظلي هالفرد على خصرك، طالع مثل زورو ابو الفردين، منظرك بخوف سيدي. هلا هي هي المشكله يا بوران. ابو نجيب انت لو تعرف، يشهد الله انه نحن مننبسط كثير ومنفرح بجيتك، بس الخوف، الخوف هو اللي بيخلينا ما نشتهي جيتك بنوب. معكن حق، معكن حق. انا لازم ابعث الطمأنينة في نفوسكم. انا اسمي رجل امن مو رجل رعب، ولازم خلي المواطن اذا شاف مجرم ينبه الشرطة ويقول لهم هاد مجرم، مو يتعاطف معه ويروح لعند المجرم يقول له هروب هروب اجت الشرطة. لا سيدي ابو نجيب مو لهالدرجة. على كل تفضل لعندي وكفيلنا مداخلتك القيمة السمينة عندي بالغرفة جوا. تفضل شرف. ما انت عمي ناديني لغادة من بعد اذنك. برجلك اليمين. انا ما مصدق عيوني. اهلا وسهلا بابو نجيب. تسلم. تفضل تفضل ارتاح. تفضل خطوة عزيزة كثير يا ابو نجيب. عزيزة هالخطوة. تعي هذا سلمي على عمو ابو نجيب. مرحبا عمو ابو نجيب. اهلا اهلا عمو. اهلا. ما معقول ما معقول انت غادة. ما شاء الله ايه ما صرتي كبيرة هيك وعروس. بتعرفي يا غادة رجعتيني هلا لورا لما كنت صغيرة وسرقت الليمونة من عندك كان ابو وصي وجبتك لعند امي. ما معقول عمو ابو نجيب. يا سلام على الكلمة ما احلاها. هيك الواحد بحس حاله قريب مو غريب. تشرب شاي ولا قهوة عمو ابو نجيب؟ الحقيقة حاسس في نفخة. يا ريت كاسة كمون. من عيوني وحاعصر لك فوقها ليمون. شكرا يا غادة. وانا صرت مراقب عمال عمو. عمد دباب بيطلع من جيل اولادك. روح روح هلا عاوزتك انا. خذوا راحتكم بالحديث. تفضل ابو نجيب. تسلم. ليش عامل شيء حتى تخاف منه؟ ماني عامل شيء، حذر، مثل ما بيقول المثل بعيد عن الشر وغني له. ليش خايف؟ مو الشرطة بخدمة الشعب ونحن شعب. نحن أصحاب سوادي ما بيطبق علينا هذا الحكي. الشرطة في خدمة بقية الشعب. بس نحن مو أصحاب سوابق. النسوان إيه والله أعلم، بس الرجال لا. كلياتنا منضافين عند أبو نجيب، يعني كلياتنا أصحاب سوابق. بس أنتوا عم تشتغلوا وتعرقوا. ليك أنت كيف جسمك مفكفك فكفكة. جسمي مفكفك فكفكة لأنه بعدنا أول يوم. بكرة بس تاخد إيدنا لا منعود نعرق ولا شيء، منصير منضب اللي منضبه تحت باطنا ومنمشي. هي حكاية حكيتها وبعبك خبيتها. بقى خلينا نفوت بالموضوع يا شفيق. فوت. مين ماسكه؟ لا تعصبني يا شفيق، انا الي موضوع واحد عندك ما في غيره. بقى الك ولا للدين؟ خسى ابو الحصين. صحيح، على ذكر ابو الحصين، بتعرف شو بيعمل ابو الحصين؟ بينفخ بطنه وبيتلقح على ظهره وبيرفع الاربعه. شفيق لا تعصبني وخلينا ندخل بالموضوع. عندكم بالمستودعات دهان؟ عندنا. هالمساجين اللي عندي عبولي الحيطان كتابات بذيئه، ام فلان وام علتان ورسوم خليعه، صار منظره بيقرف. بقى قلت يا ولد مالك غير شفي. لا محشوم، انت اكبر قدر يا ابو نجيب. شو هي ولد وما ولد؟ شفي خلينا بالموضوع. بقى قدم طلب، انتو دغري بيعطوكم. مدعومين يا اخي، اطلبوا لبن العصفور بيحضر عندكم فورا. الحقيقه يا شفي هاي شغلة الدهان مبادرة ذاتية على حسابي الخاص ومو حابب تنزل بالسجل. خلاص تكرم عينك، بكره بجيب لك سطلين دهان ومعاط هالنظارة معك.
12 10 الماسي واثنين مذهب، هيك قالت لي. بده يدهن النظارة مذهب. منجرب، شو طالع من جيبتنا شيء؟ أبو نجيب، أنا مشتغل بزماناتي بالدهان، وبعرف إنه سطلين دهان بكفوا النظارة كلياتها وبيزيد. يزيد أحسن ما ينقص، واللي بيزيد ما راح نكبه، أنا البيت عندي لازم دهان. خلص، على راسي، ومن عيني هاي قبل عيني هاي. بيني وبينك يا شفي، كنت ناوي أعمل النظارة كلها سيراميك. خليهم ينبسطوا، بعدين قلت لحالي بعدين مين راقد ورانا بنلحق نعملها. أبوك يا خراب، شو صاير بالليل؟ لك أنت فهمني، لحتى فهمك أنا بعدين شو هذا اللي مساويه؟ شو جايب معك؟ باب المستودع. يخرب بيتك، حدا بيعمل عملته؟ فاكك باب المستودع وجايبه معك، هلا بيكون وهبوه هبي أحط الصحيح. ليش بي شيء يتأحط؟ شو قصدك؟ لك رحت لأسرع شغلة ما لقيت لك، مسمار واحد ما لقيت، الحيطان كله مبخشة، ما لقيت بوشي غير هذا الباب، قلت لحالي لأشبطه قبل ما غيري ينشعن عليه. يخرب بيته على هالعملة، نزلوا الشارع، حاجتنا فضايح.